مستمعينا، أنا حاب اليوم أسألكم، يعني بيحكوا يتعافى المرء بأصدقائه، أنتوا بشو بتتعافوا مستمعينا؟ يعني أنا مثلا إذا بدي أمشي على هاي المقولة، أصدقائي يعني الله يحميهم ويخليهم، بس هم أصلا لازم يتعافوا عقليا وجسديا ونفسيا مبدئيا، يعني عن جد كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقولوا. فأنا حاب اليوم أسألكم مستمعينا، إذا البني آدم بتعافى بأصدقائه، أنتوا بشو بتتعافوا مستمعينا؟ على 0788 95 3 95 3 بستقبل اتصالاتكم وواتساباتكم. أنا أول اتصال من دعاء، ونحكي لها يا مساء الهلو يا دعاء. مساء الفل والورد والياسمين. يا أهلا 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 بالثلاثة، شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ أنا وين طاشة وهوا حواليك فاتحة الشبابيك؟ طافي على اليمين عم بحكي معك. يلا كتير منيح، اليوم الجو لطيف، بدوش مكيف حتى السيارة. صحيح. يلا خبريني دعاء، يتعافى المرء بأصدقائه، أنت بشو بتتعافي؟ والله براحة أولادي وبسطهم. بي؟ براحة أولادي وانبساطهم، سعادتهم. يا رب الله يخلي لك ياهم، يا رب الله يقدرك هيك، أنك تعملي لهم أحسن حياة بالعالم وتوفري لهم كل شيء بيحبوه، أهم إشي أهم إشي الأمان والمحبة دائما يا رب. يا دعاء الله يخلي لك ياهم، يعني هلأ بس تروح على الحضانة بتمسكيهم بتبوسيهم كل واحد من خد، بتقولي لهم هاي من رند، تمام؟ يوصل حبيبة قلبي، ديري بالك على حالك، بتمنى لك يوم كتير حلو، الله معك ودائما سمعيني صوتك. لب رهيم عم بحكي، أنا بتعافى لما أشوف الأهل بالخليل، بنسى كل أوجاع الدنيا، إن شاء الله يا ربي دائما يلتم شملكم على خير وسلامة. محمد يا محمد تحياتي لإلك كمان مرة، عم بحكي أنا بتعافى بالفلوس، فلوس زي مستر سلطع في سبونج بوب، تعرفوا حط له أنا سبونجي بوب. صراحة معك حق يا محمد. يلا روزي، روزي الجميلة عم تحكي، يتعافى المرء بأكل طيبة، ششبرة، كبة بلبن، كوسة بلبن، أي أكل بلبن. طب اسمعي، ماما كانت عاملة هديك المرة إيش إحنا بنقول له؟ لبن معقود، في ناس بيقولوا له شكرية، بتحبيها ولا ما بتحبيها روز؟ إياد السريسي يا مساء الهلو عليك وأهلا وسهلا فيك، عم تحكي أنا بتعافى بسماع صوتك، شكرا لإلك، كل الاحترام لشخصك الكريم يا فرنسيسة الإذاعات. يعني مشاركة من دون اسم عم بحكي، يتعافى المرء إذا تركتوه بحاله، أول شيء محدش دقل فيك مبدئياً، تاني إشي فعلاً مرات الناس بصير تتدخل بكل إشي بالدنيا، اللي عن جد عن جد بصير تحكي خلص سيبوني بحالي وأنا بكون منيح. مش في أغنية اسمها سيبوني يا ناس في حالي في حالي أروح وإيش مطرح ما أروح؟ حط لنا إياها إذا سمحت بعد إذنك يعني. يلا خلينا نستقبل كمان اتصال من عامر، نقول له يا مساء الهلو يا عامر. مساء الخير. أهلاً وسهلاً. يسعد مساك. يسعد كل أوقاتك، شو أخبارك؟ تمام نشكر الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما وابدا. من وين عم تسمعنا عامر؟ والله بسمعك انا بالطريق صراحه، دائما بحكي مع معن وحنين، فهلا بدي احكي معك. يا اهلا وسهلا فيك انت ومعن وحنين كمان، بس اسمع والله في مثلك كثير يا عمر. عمر عبادي تحياتي لك، بحكي اكيد بتعافى المرء بشو؟ بالمنسف ولو، واهم شيء انه ما يتاكل بالمعلقه، لازم بالايد ولا لا؟ عامر قل لي، يتعافى المرء باصدقائه، انت بايش بتتعافى؟ أكيد الأصدقاء الحقيقيين بتعافى فيهم، بس في شغلتين مهمات، صحة البال والصحة والعافية. صح 100%. أنا سمعت تعليقك على محمد، والله الفلوس، أنا في واحد بعرف واحد مليونير، أنا كل فلوسي بس أتعالج من المرض اللي أنا فيه. صراحة أقول لك شغلة، أنا عامر أنا بعرفش إذا سمعت من قبل، أنا فعلا مرضة مرضى ربنا نجاني هيك من عنده لبناتي، الله يخلي لي إياهم، يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بس فعلا فعلا البني آدم كل شيء بس أرجع صحي. بالضبط بالضبط، يعني عن جد الصحة الصحة ثم الصحة بعد رضا رب العالمين. أكيد أكيد أكيد، يعني إن شاء الله الله لا يدوق أي حدا أي وجع، وإن شاء الله يا ربي يشفي صديقك المريض ويشفي كل مريض عم بسمعنا. دائما سمعني صوتك عامر، كتير مبسوطة، دير بالك على الطريق. أهلا وسهلا فيك يا عامر. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.